أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن الأوابد في تدمر تراث عالمي، وأن ما جرى في تدمر هو مطلب صهيوني هدفه تدمير هويتنا وثقافتنا، وأن قيادات داعش ومولديها من مشايخ النفط ارتكبوا جريمتهم بتدمير آثار تاريخية في تدمر ردا على انتصارات جيشنا الباسل في حلب وبقية المناطق. وفي مؤتمر صحفي بالمتحف الوطني بدمشق، حذر الوزير الأحمد من أن أي تقاعس أو تخاذل من دول العالم سيضع مدينة تدمر والتراث الإنساني بكليته في بؤرة التهديد. ما جرى في تدمر يوم الجمعة الفائت هو مطلب صهيوني بامتياز، حقيقة محاولة صهيونية مدعومة من الغرب ومشايخ النفط لتدمير هويتنا وإرثنا وحضارتنا، تحقيقا لحلم متحدث عنه دائما من النيل إلى الفرات أو من الفرات إلى النيل. وردا على سؤال للإخبارية السورية، أكد الأحمد أن وزارة الثقافة ومديرياتها تتخذ الإجراءات اللازمة وعلى جاهزية تامة لترميم المواقع المتضررة بعد دحر الإرهابيين نهائيا في وقت قريب جدا. تم إعداد قاعدة بيانات موثقة من آلاف الصور والبيانات التحليلية التي تساعد على وضع رؤية تحليلية واضحة علمية منسجمة مع الاتفاقات الدولية الموقعة مع اليونسكو لتأهيل المباني المتضررة. كان هناك قصدا وحشيا بحق التراث الثقافي العالمي في سوريا، على اعتبار تدمر هي من أمهات المواقع المنتجة للتراث العالمي في اليونسكو. نحن نتطلع من المجتمع الدولي من خلال نداءاتنا المتكررة أن لا يكون هناك تقاعس وتخاذل في معركة تحرير مدينة تدمر، أن يكون هناك تضامن عالمي في الدفاع عن مدينة، تحرير المدينة، إنقاذ المدينة. عندما زرنا المدينة في التحرير الأول وجدنا أنه أكثر من 80% بخير، كان هناك تطلعا جميلا وآمالا سنعيد الأمور إلى نصابها الأفضل. حرمة آثار سوريا كحرمة دماء أبنائها، والاعتداء على الصروح التاريخية يضاعف الواجب الوطني والإنساني للتخلص من جميع أشكال الإرهاب.